من باب جديد ذات الحكاية، وبالتحديد من قهوة الحاج عمار، حكاية عوام من نضال ورجال قالت لا للاستعمار. 4 أكتوبر 1920 السلطة الفرنسية تعطي الموافقة الرسمية لتكوين أول فريق يحمل رئيس الجنسية التونسية وعنده حرية اختيار شعار الفريق وألوانه. النادي الإفريقي كان امتداد للملعب الإفريقي اللي تأسس سنة 1915 وترأسه سي صالح بن عمار وتعلق نشاطه في مارس 1918. وبعد انتهاء الحرب العالمية تقدم الملعب الإفريقي بمطلب جديد لإعادة نشاط الفريق، لكن السلطات الاستعمارية رفضت هالمطلب لأنه يحمل نفس الاسم، واضطر الآباء المؤسسين لفريق باب جديد تقديم مطلب جديد يعوض اسم الملعب الإفريقي بالنادي الإفريقي، وخذوا الموافقة في 4 أكتوبر 1920. رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق في تأسيسه إلا أنه تمكن من تأطير برشا شبان المواجهة المستعمر الفرنسي، وبالرغم من ضعف موارد الفريق المالية والقيود الاجتماعية اللي كانت مفروض عليه، واصل الإفريقي تقدمه ونضاله لترسيخ هوية وثقافة وطنية. فتأسست المدرسة الراشدية عام 34 وتشكل المسرح التونسي على يدين رجال كيما أحمد الضحاك وجمال بوسنينة، وتنظمت أول المهرجانات الثقافية والفنية. النادي الإفريقي برجاله صنع المجد لبلاده ومشجعيه، وقف قدام المستعمر وناظر من أجل تطوير الرياضة والثقافة في البلاد هذه من عام 20 لتوا. تاريخ ماهوش باش يتنساه من الذاكرة الوطنية.